بنية رفع البلاء وكشف الغمة، جمعية إحسان الخيرية تقوم بإطعام الفقراء والمساكين وعابري السبيل بما فيهم مهاجرون من الدول المجاورة. طعم يوم كبير كما هذا راه إن شاء الله يكون عند المولى عز وجل، راه يفطروا المحتاجين المعوزين وأصحاب السبيل والأفارقة والناس المحتاجة وكل الحمد لله. هذا ماشي غريب على الأمة الإسلامية والمجتمع التمرستي والمجتمع الهكار ككل. هنا المنطقة الحدودية متميزة بوجود الأفارقة، ومرحبا بهم، هذو جيراننا وخاوتنا ومرحبا بهم، ورانا تقريبا نستهدفهم بصفة كبيرة يعني في الوجبات هذه. رئيس المكتب الولائي للجمعية أشار بأن الوجبة ساخنة، وهو عمل اعتادت عليه الجمعية في مثل هذه الظروف. لخوتنا المعوزين وابناء السبيل وخوتنا الأفارقة وخوتنا الجالية عندنا الوجبة طعام باللحم والمشروب والماء والديزير. الصدقة تشفي المرضى وترفع البلاء ويرحم بها الموتى، هو ما عبر عنه رئيس الجمعية. الرحم على زميلنا وصديقنا اللي كان معنا هنا كل عام متجند معنا في أخير الطهر، الله يولي برحمة الله. نطلبوا الشفاء الرئيسنا والزعيم تاعنا تبون، الله يرجع لنا سالم غانم ان شاء الله، كيما مشى ان شاء الله يرجع لنا سالم غانم ان شاء الله في اقرب لاجل ان شاء الله. هذا ونشير الى ان الجمعيه تقوم بعده اعمال خيريه طوال السنه، بما في ذلك مساعده ابناء الفقراء والمساكين على التمدرس.